مباراة الاتحاد والبطن في الجولة 28 من دوري روشنا السعودي، لكي تشاهد المباراة معك فضل الله الطلبي سرت لك الاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضاف للمباراة ملعب كينغ عبد الله سبورت سيتي بجدة. توقيت المباراة سوف يكون في الساعة 9:30 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات، والساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر. أما بالنسبة لقنوات النقل المباراة، قناة اس اس سبوت اتش دي 1 الناقل الحصري للمباراة. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل خاصة تصل كل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.